بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. هناك آية في سورة يوسف، الآية هي رقم 106. هذه آية في واقع الحال، وددت في بداية هذه الحلقة أن أقرأها لكم، وبعد ذلك نتساءل سؤال. يعني الله سبحانه وتعالى يقول كلام، قد البعض مر على هذه الآية ولكن ما وقف عندها، لم يفكر فيها. الآية هكذا تقول إخواني: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يؤمن أكثرهم بالله، شوفوا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. آية عجيبة، يعني الله يقول أكثر المؤمنين هم مشركين. شلون يصير إذا أنا مؤمن شلون مشرك؟ هذه الآية انصافا على حال تمر علينا وإحنا ما نقف عندها، والقرآن دائما فيه على حال أمور ترتبط بواقعنا، ولكن نحن نمر على الآيات مرور الكرام. أنا ما أسميه مرور الكرام، لأن مرور الكرام يعني مرور فيه الفائدة، ولكن نمر بها مرور اللئام، نمر وما نفتهم. شقد ناس يمرون على المقبرة ولا كأنما هو يوم الأيام راح يدفن وراح يموت وراح يحاسب، يمر على القبور كأنما شيء عادي. هذا يسموه مرور غير كريم. المرور الكريم إنسان يقف يتفكر أنه أنا يوم الأيام راح أدفن، راح يوم الأيام أقبر وأصير ضمن القبور، ما حد يسلم علي، ما حد يسأل عني، ما حد علي حال، علي حال ما حد يفيدني. هذا تفكير يخلي الإنسان علي حال يعتبر موعظة. هنا الآية الكريمة وآيات كثيرة في القرآن تحتاج إلى أن نتوقف. القرآن يتكلم أفلا يتدبرون القرآن، ليش ما تتدبرون؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم، على قلوب أقفالها. يقول على قلبكم أقفال، أقفال عن جمع قفل. بعض القلوب مقفولة. من وين مقفولة؟ مقفولة لأنه في الواقع ران عليها السيئات والغفلة والشهوات وحب الدنيا، بعد ما يحس الإنسان. من الآيات اللي لازم احنا نوقف عدها انه شلون يا ربي تشون تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ شلون يا ربي هم مؤمنون ومشركون، شلون يصير هذا؟ في الواقع مطلب لابد أن نقف عنده. تفسير هاي الآية أن كثير من عندنا، كثير منا، يعني كثير منا يؤمن بالله، ومؤمن بالله، مؤمن بالحساب، مؤمن بالرسول، مؤمن بالإمام، بالإمامة، مؤمن بيوم القيامة، مؤمن ويصلي ويصوم ويحج بيت الله ويدفع الحقوق الشرعية التي في ذمته، ولكن عمليا يشرك بالله، عمليا يشرك. حسب تعبير الحوزويين يقول أنه قلبا هو مؤمن، ولكن عملا هو مشرك. وهذا يصير هواي بحياتنا.
تذكرون ذاك الرجل لما شاف الحسين صلوات الله وسلامه عليه في طريقه إلى كربلاء، قال قل لي إيش جاي يصير في الكوفة، شنو أخبار الكوفة؟ قال مولاي أنا تركت الكوفة والناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك، قلوبهم معك وسيوفهم عليك، يحبونك بس يحاربونك، شلون يحبني ويحاربني؟ هي هاي قضية الدنيا، هي هاي يحبني بس لأن أكو مصالح، أكو قضايا إذا ما يحاربني راح شنو؟ راح يتأذى، فحتى لا يتأذى وعدنا هيك ناس يدري الحق وينه، يدري الحق وينه بس ما يتبعه. ليش ما يتبعه؟ يخاف من فلان وفلان وكذا، هاي المحسوبيات. أقول أنت تدري فلان مظلوم؟ يقول إيه. ليش ما تدافع عنه؟ يقول لأنه سيدنا يأذوني، فلأنه حتى لا يأذوني أنا ما دافع عن الحق، فصار شنو؟ فصار مصلحتي أن لا أتأذى، فالحق ما أقوله والحق ما أدافع عنه. هاي كثير حياتنا صار أخواني، واقع يعني. القرآن الكريم يقول هؤلاء يؤمنون بالله ولكن مشركون، عمليا مشركون، عملا مشركون. أكو رواية هواي جميلة، إذا تسمحوا لي أقراها هواي جميلة. الرواية أنا طلعتها في وسائل الشيعة الجزء 15. وسائل الشيعة من الكتب المعتبرة انصافا، في روايات معتبرة وكتاب مهم يجمع روايات أهل البيت، وهو 20 مجلد طبيعة الحال، 20 مجلد على طبعة مؤسسة أهل البيت. الرواية هتشي تقول في تفسيري، هاي تفسير الآية في سورة يوسف، في قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإمام جاي يفسر، اسمعوا الإمام الصادق شلون يفسر. قال هو قول الرجل، يقول المؤمن قول الرجل لولا فلان لهلكت، ولولا فلان ما أصبت كذا، ولولا كذا ما كان كذا. شوفوا، ولولا فلان لضاع عيالي، يعني احنا حياتنا هيتشي. اقول له ها شلون؟ يقول سيدنا لو مو فلان انا لا اتش رحت بيها، لو مو فلان واقف لي كامتنا جوع، لو فلان واقف، لو فلان ما واقف لي كامت الجوع. سامعيها واي خصوصا اذا شفنا كبار القوم وشيوخ العشائر، يقول والله لو مو فلان شيخ انا اتبهذلت. فلان هو اللي منع عنك يعني البهذله، جاء الله وين؟ الله وين؟ شوفوا شلون احنا نشرك بالله بطريقه خفيه، نشرك بالله بطريقه خفيه. لو مو فلان لضاعوا عيالي، شنو الله؟ شنو الله ما موجود؟ فلان منه يوقف قدام المسؤول، مولانا انت لو مو انت احنا شارحنا، لو مو انت احنا كان كذا. حتى في قضايا دينية، حتى في قضايا دينية بعض التعابير هي تعابير في الواقع فيها نحو من الشرك، نحو من الشرك. هذا الولد يقول لو مو أبويا، لو مو أبويا كأني متت، لو مو أمي لو كذا. هذا الإمام يقول هذا هو الشرك، أنه لولا فلان لضاع عيالي، لولا فلان لهلكت، لولا فلان لمت من الجوع، لولا فلان لما علي حال ما وفقت. هذه لولا فلان لولا فلان، يعني هؤلاء هم اللي يديرون حياتي، هم اللي مريحيني. فسؤال وين الله؟ الله وين؟ الله اين؟ الإمام الصادق يقول هاي الآية تتكلم عن رجل يقول قول الرجل لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لما أصبت كذا. طلع من السجن الأخ، طلع من السجن، سألته قال والله سيدنا لو مو فلان بخابر انا رحت بيها. عجيب،
يعني فلان خلصك؟ لو مو فلان متوسط لي أنا كذا. الإمام يقول هذا ألا ترى، اسمعوا، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه؟ هذا ما اعتبر أن فلان شريك مع الله؟ كما الله يدفع عني البلاء هذا هم يدفع عني البلاء، كما الله يرزقني هذا هم يرزقني. هذا شرك. الإمام يقول هذا شرك. ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه البلاء؟ هذا السائل يسأل الإمام الصادق، يقول له مولاي شنقول حتى، يعني شنقول حتى لا نشرك بالله؟ صدق أنا لو مو أبويا ما كنت، أو لولا أستاذي بالحوزة أنا ما وصلت، لولا مثل قولها. إحنا الإمام يقول لا تقولون هالشكل، واقعا هذا درس مهم، يقول لا تقولون هالشكل، قولوا هالشكل. جي علمنا الإمام، قل لولا، اسمعوا، لولا أن من الله، لولا أن من الله علي، الله لو ما مانع علي، وفلان لولا الله سبحانه وتعالى ما من علي أن فلان يسخر أو فلان يدبر إلي لهلكته. حلو، هاي حلو. يعني هيك تقول لولا الله سبحانه وتعالى ما رزقني هيك أبوه كان وضعي هالشكل، لولا الله سبحانه وتعالى ما رزقني هذا القاضي يوقف لي كأن رحت بيها، لولا الله ما سهل لي هذا الرجل أنا كان طردوني من الوظيفة، لولا الله مثلا ما رتب لي هذا الدكتور أو هالمستشفى كان مات المريض. هاي لولا الله، لولا الله، جيبها، هاي جيبها حتى لا يصير شرك. الله وفق، الله دبر، الله هيئ، الله. أنا حتى يعني واقعا أقول الله سبحانه وتعالى من علينا بمرجعية دينية مثلا خلصت العراق من الطائفية، مرجعية. راح يقول لولا أنت يا سيدنا إحنا كنا كذا. لا، السيد يقول بابا مو أنا، توفيق الله، توفيق الله، الله واقع الحال، هو بيده الأمر. فهذا تعليم من الإمام الصادق أنه كيف نتكلم وكيف نتعامل مع من نتعامل مع القضايا، أن نجعل الله سبحانه وتعالى هو كل شيء ووراء كل شيء. لا تقول أنه لولا أستاذي لكان معدلي ما أدري شنو، قل الله هيئ لي هذا الأستاذ حتى حصلت على هيك معدل، الله هيئ لي هيك فرصة. شوفوا هذه، أن نجعل الله، شوفوا الإمام قال فقلت ماذا نقول يا مولاي؟ قال يقول لولا أن من الله علي بفلان لهلكت. قال الإمام لا بأس، نعم لا بأس، بهكذا، هكذا تكلم، بهالشكل تكلم كلامكم، خلي يصير هالشكل، أن لولا الله. فشوفوا إخواني شكد أكو حسب تعبيرنا أكو فاصل رقيق بين الشرك والإيمان، بين الشرك والإيمان. أكو ناس يشركون بالله ويعتقدون أنهم مؤمنين. أنا حتى أمام الأئمة أوقف أقول من الله علي أن ماذا؟ أن كنتم أئمة هدى وبكم اهتدينا، ولكن بمن؟ بفضل الله اهتدينا بكم، نرزق، نرزق بفضل الله بدعائكم بشفاعتكم. هذه في واقع الحال نحتاجها، أن نلقنها إلى أولادنا. والآية القرآنية من سورة يوسف كانت واضحة، أنه ما كان أكثرهم، هيك الآية تقول، أنه أكثر الناس الذين، وما يؤمن أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون، الآن مشركون. شلون مؤمنين يا مولاي؟ مؤمنين شنو؟ بالقلب، بس عمليا يجعلون أندادا لله. أستاذي هو الله ثاني، أبويا هو الله ثاني،
المسؤول اللي أنطاني وظيفة الله ثاني، فلان اللي عليه حال نجاني من فلان قضية، الدكتور اللي مثلا سوالي عملية، لولاك يا دكتور لمتت. لا، لولا رب العالمين هيئ لك هذا الدكتور لمتت. بني هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نفهم الأمور بشكل صحيح، ونتعامل مع القضايا بنظرة شنو؟ نظرة إلهية توحيدية، أن نوحد الله ونؤمن به ونستهديه ونتوكل عليه ونستعين به، ولا نكون ماذا؟ ولا نكون ممن يشرك بالله وهو لا يشعر. نعم، إذا عندي اتصال تفضلوا. نعم تفضلوا. السلام. نعم. عليكم سيدنا. وعليكم السلام. هو كيف يتقدر المهر المؤجل بين قوسين المؤخر في الوقت الحالي بعد ما كان عقد الزواج في سنة 1999، والمهر المؤجل مقداره 250,000؟ سؤال جيد أجيب عليه، خل أجاوب. الأخ يقول أنه عقد زواج قديم، عقد زواج قديم، بس هذا يقول سنة ما أدري بالتسعينات، يعني عندنا الآن عقود زواج بالثمانينات، عندنا عقود زواج بالسبعينات، يعني عقد زواج يعني أحد أخواتي 500 دينار، المهر 500 دينار عراقي، 500 في سنة 1971 سين، هذا 500 دينار الآن أعتقد، يعني أعتقد بطل ماي هذا الصغير ينطوك إياه بربع دينار، يعني بطلين ماي أو لتر أو بطل أو اللتر ينطوك إياه 500 دينار، مو 500 ما أدري والله، مو شكله لا، لا قيمة له، لا قيمة له. هذا شلون احنا يعني شلون الان اذا نعطيها المهر المراه وانا عاقد عليها عقد شرعي ومؤخرها، مؤخرها 500 دينار والمعجل مالتها كان 50 دينار زين، فش نعطيها الان؟ سؤال جيد ومهم. اخواني الكرام، هناك على حال طرق، احدى الطرق، اسمعوا جيدا، احدى الطرق أن نقدر، أن نقدر المهر بالذهب. يعني الذهب ذاك الوقت 500 دينار، كم مقدار الذهب 500 دينار ذاك الوقت كم مقداره؟ مثلا راح يقول لي سيدنا 500 دينار كان ينطون مثلا ربع كيلو ذهب، خلينا نقول ربع كيلو ذهب، ربع كيلو ذهب ب500 دينار. نجي الآن ربع كيلو ذهب الآن كم قيمته مثلا؟ كم قيمته؟ والله يقول كيلو ذهب ما أدري، يعني كلها تقديرات، والله ما عندي خبر، تقديرات مثلا كيلو ذهب الآن مثلا 40 مليون، فربع كيلو راح يصير 10 ملايين، فنقول يابا أنت 10 ملايين دينار الغايب إلك، هو 500 دينار فصار 10 ملايين. أن نجعل الذهب، أن نجعل الذهب هو المقياس، هو المقياس، لأن الذهب محفوظ، قيمته محفوظة. والمرأة عندما زوجت نفسها في ذاك الوقت ب500 دينار، 500 دينار كان قيمة بيت أو قيمة عرسة، قيمة عرسة بالنجف زين، والآن 500 دينار باكيت جيجاير ما يطوك، واضح؟ فهنا هذه الطريقة أولى. طريقة الثانية الصلح. شنو يعني الصلح؟ يعني أرضيها يا بيش قلت تردين حتى ترضين، لا تاذيني هواي ولا أنا أبخس حقك، لا أبخس حقك ولا شنو تضريني، شقيت يا بطيني مثلا 5 ملايين، طيني مثلا 10 ملايين، ما أدري على أي حال. فالصلح وهو أفضل الطرق إذا كان إمكان الصلح موجود. صار واضح حبيبي؟ نعم. متصل علي، تفضل أخي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياك الله. الله يحييك سيدنا. فت سؤال صغير وما اريد اقطع الاتصال وراي. تفضلوا. الله يحفظك سيدنا. البارحه عندي بنت عمي توفت، فشلتها بالمستشفى،
فسمعت انه الغسل، انا غسلت بس الملابس شنو يعني تنغسل؟ ايضا يقولون الملابس انه لازم لها غسل او هيك شيء او تنذب. ملابسي انا يعني شريتها وهي ميتة. على أي حال هي كان شنو جسمها بارد من شلتها؟ جسمها بارد؟ بلي اي اي يعني اخذتها بالسيارة بالطريقة توفت من وصلت المستشفى نزلتها. ايش قد كانت ميتة يعني؟ ايش قد مدة حوالي ربع ساعة، ربع ساعة هيج. يعني جسمها بعده حار، يعني جسمها حار بعده مو بارد. اي اي يعني حوالي ربع ساعة مو أكثر، ربع ساعة إلى 20 دقيقة. واضح. انت ما مسكتها من جسمها، مسكتها من ملابسها يعني؟ لا لا من جسمها، لانه شريت يعني جسمها فتاخذ ملابسي. واضح. والدتي قالت تتاكد يعني الملابس انه شكرا يعني غسل شكرا الميت، بس ارد استفسر يعني. شكرا علي، شكرا حبيبي، شكرا. الله يرحم مرحومتكم بتعمك، الله يرحمها برحمته الواسعه ويعطيكم الصبر. بس حبيبي شوف يا علي، الميت من يموت هو على حال بعد فترة ربع ساعة إلى 20 دقيقة جسمه يبرد. فما دام جسمه حار، ما دام جسمه حار ليس فيه غسل، ليس فيه غسل. هذه كنقطة أولى، إذا كان جسم الميت حارا لا يجب على من لمسه أن شنو أن يغتسل. النقطة الثانية، النقطة الثانية، جسم الميت إذا كان يابس مو مبلل، يابس جاف، فلا ينجس، لا ينجس اليد ولا ينجس الملابس، ماكو نجاسة، نجاسة خبثية ماكو، وإنما نجاسة معنوية، من نجاسة حدثية معنوية. هاي النجاسة المعنوية أروح أغتسل حتى أطهر، أما هي ما عليها لا جسمها دم ولا مبلل حتى يصير على ملابسي، فلما ملابسك نظيفة يعني طاهرة أنت تغتسل حتى ترفع الحدث الأكبر وهو مس الميت. مس الميت حدث أكبر، واضح أخي الكريم؟ فهذه ليس فيها نجاسة خبثية، لا هو الدم لا هو بول لا هو كذا، وإنما ميت إذا مات وبرد بدنه، برد بدنه، فعلى إذا من لمسه مباشرة مو ملابسه، ملابسه إذا لمسته ما عليك شيء، إذا لمست بدنه بدن نفسه فعليك أن تغتسل، ولكن ملابسك وجسمك كذا ليس عليه شيء وليس فيه شيء. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. أنا طالب سادس إعدادي. بلي. وفطرت 24 يوم وما قدرت أصوم، وشي كانت عندي محاضرات وراحة وشي، فصمت بعدين صمتها قضيتها ولا 3 سنين قضيتها أخرس يعني القضاء. فهذا شوف شنو حكمه على شنو كفارة وهاي، وشكرا جزيلا لكم. شكرا أخي الكريم. نعم عدي متصل. علي كاظم تفضل. شلونك سيد؟ حياكم الله تفضل. سيدنا برز احنا عليك. اني نعم. شنو يعني الحل اله؟ ما هو عندي امكانيه وما عندي امكانيه انه اتزوج. بدي. نعم سيدنا. شكرا يا علي على صراحتك وعلى شجاعتك، مشكور مشكور حبيبي. متصل عندي الاخ صاحب البصمه، قال أنا الصف سادس إعدادي وفي رمضان 24 يوم أنا أفطرت لين أيام امتحانات وكذا وما قدرت وعندي محاضرات وما صمت. أخي الكريم أنا بينت في عدة حلقات أنه لا يجوز الإنسان أن يفطر رمضان لأنه عنده امتحان. الامتحان مو عذر، الامتحان ليس عذرا، وبينت ذاك الوقت أنه يقدر الإنسان أن يقطع مسافة شرعية، يطلع 22 كيلومتر يقطعها ويأكل لقمة، يأكل حاجة ويرجع للبيت ويبقى مفطر بالسفر، يعني بقطع المسافة ويبقى مفطر ويمشي أموره ودراسته. أما أنه يقعد بالبيت ويقول والله ما لي خلق، راسي يوجعني وأريد أقرأ وأفطر، لا يجوز ذلك.
فالأخ المتصل الأخ أولا عليه شنو؟ أولا عليه قضاء، قبل القضاء استغفار يتوب إلى الله لأن هذا معصية، ترك الصيام في رمضان معصية، وثالثا عليه شنو؟ كفارة، عن كل يوم إطعام 60 مسكين، عن كل يوم إطعام 60 مسكين، يعني الأخ عليه 24 كيس طحين، عن كل يوم كيس طحين ينطي ل60 مسكين يوزعه. يقول ما عندي الآن، أقول له شوي شوي خليها بذمتك، اكتبها خليها بذمتك، عليك كفارة 24 يوم تعطيها للفقراء، ما تعرف انطيها للإمام جماعة أو معتمدكم أو أي واحد مكتب المرجع، هم يوزعوا على الفقراء. نعم متصل أم فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا سيدنا، بنتي الكبيرة عمرها حاليا 24 سنة، يعني كانت متفوقة وكذا، لكن والدها حارب حرب نفسية، هو يعني حرب نفسية لكن مضرب. نعم. تأذت نفسيا، والدها كل شيء يؤذيها نفسيا، وهذا مأذينا كلنا نفسيا يعني بس مضرب. لكن قبل تقريبا 3 أسابيع ضربها ضرب شديد، هي سرجليها كنيئتهم، يعني قالها الطبيب لا تصلي وانتي واقفة لا كذا لا كذا، يعني هي متأذت، يجوز لها أن تشتكي عليه المحكمة. هاي نقطة سيدي. عفوا عفوا أم فاطمة. نعم. فاطمة لحظة لحظة. نعم. ليش يضربها أبوها؟ ليش يضربها؟ سيد والله يعني على سبب يعني تافه بالبيت صار وكسر رجليها، يعني ختم الحكي. يعني شنو ما يحب بنته؟ ما يحب أولاده؟ ما يحبهم كلهم أطفالي، ما يحبهم كلهم، الشكوى لله. ما يحب أولاده؟ يعني حيل حيل يعني نهائيا، ما يريد أطفال أصلا بالبيت. الكبير طرد يعني هاي بعد أنا أجلس 3 سنوات قاعدة يما أمر يعني خلقني. فالسيد من الساعة اللي بنت الكبيرة إنه قطعت الصلاة، يعني نفتمسكم الدعاء، يصير مثلا تستلم شكوتها بالمحكمة علي، الله يرضى عليك، الناس يقولون يعتبر عقوق. تركت الصلاة يعني؟ ترك شنو ما افتهم؟ تركت الصلاة؟ اي والله سيد. ليش تركت الصلاة؟ ليه متأذية نفسيا؟ الحين ملتزمة وحبابة وتأذت نفسيا، يعني دراسة تركتها صار 4 سنوات، هسه آخر شيء تركت صار بلان، ليش دار صلاة؟ يعني منتهى الوقت، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. أشكركم. أشكركم فاضل. الله يحفظك. أشكركم فاضل. الله يحفظك سيد في أمان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ علي كاظم يقول أنا مبتلى بالعادة السرية وأنا شاب ما أقدر أتزوج، شنو الطريق اللي أنا في الواقع أترك هذه؟ أولا أخي الكريم، لا إشكال ولا ريب أن الشاب في فترة المراهقة فترة البلوغ إذا ما يحصل إنصافا، ما يحصل مجال للزواج أو مجال للاستمتاع الشرعي، راح يقع في ماذا؟ يقع في ضغوط شهوية، ضغوط نفسية، وخصوصا الآن للأسف يعني في العراق الآن كل الأبواب مفتوحة للفساد، المواقع الإباحية والقنوات الإباحية، وهذه تساعد الشباب على الفساد وتساعدهم على الانحراف الأخلاقي. الأخ يقول أنا شنو اللي أسوي؟ ما أقدر أتزوج وهاي العادة السرية مأذيتني. وطبعا لا بأس واحد يقرأ في هذا المجال، أكو بحوث جيدة طبية أنه شكد تأثر هذه العادة السيئة على أنه تمنع الإنسان من قضايا كثيرة، منها أمور نفسية ترتبط بشخصيته النفسية. ولكن شلون أتركها؟ الجواب أرجو الشباب يسمعون هذا، وإذا يمكن أنه هذا الجواب ينتشر حتى كثير من الشباب يستفيدون. شوفوا الإنسان متى تجي حالة حسب تعبيرنا الإثارة، متى يصير ينثار غريزيا، ومتى تصير فرصة عنده على أنه يصير عنده إثارة جنسية؟ قطعا لما يكون وحده أو أولاد سيئين، يعني أصدقاء سيئين أو وحده. إذا وحدة باعتبار أنه يشوف ماكو أحد وكذا، فصير عنده تخيلات، يصير عنده قضايا، فيصير عنده نوع من الإثارة. هاي الإثارة تضغط عليه،
فيحاول أن شنو؟ حاول أن يرضي نفسه. إرضاء النفس شو راح يصير؟ بالعادة الغلط السرية أو شيء آخر. هنا الحل شنو؟ أن أنا أبعد نفسي كخطوة أولى، أبعد نفسي عن المواطن التي تحصل فيها الإثارة، مواطن اللي يصير إثارة، أصدقاء السوء أبتعد عنه، الخلوة، الخلوة يعني وحدي أبتعد عنه، أحاول أن أختلط ويا الآخرين، أحاول أن أطلع عن الانفراد وأن أكون وحدي، أحاول أن أطلع منها. هذه تساعدني على أنه تروح عني الأفكار الغلط. هذا جدا مهم. واحد يقول أنا على حال لما أدخل للحمام أسبح فماكو أحد وياي فيصير عندي هالشكل حالة، جوابي إلى أنه فيها كذا حالة. حاول حاول، وهذه تجربة كثير من الشباب يعني طبقوها واستفادوا من عندها، أن حتى الحمام أخذ معي أخوي، أخذ معي مثلا أخوي الأصغر، حتى أنا أنشغل لا يكون عندي على حال تفكير غلط. إذا ما أستحي من الله أقل لا أستحي من هذا الأخوي اللي معي، فيكون معي من على حال يراني. والشيء الآخر جدا مهم، دائما اشغل نفسك بذكر الله، لو قرآن أسمع له، لو دعاء أفتحه، حتى تروح للحمام، حتى لو تروح الحمام أخذ وياك شيء اللي يقرأ لك، ما يشغلك عن الشهوة، يشغلك عن التفكير بالغلط، أو أخذ لك مثلا خطبة من الخطاب أو محاضرة من المحاضرات تسمعه وأنت تسبح، وبسرعة هم تطلع مو تطول السباحة. هذا جدا مهم. فيحتاج الإنسان أن لا ينام وحده، النوم وحده، أكو روايات أنه يكره الإنسان ينام وحده، من نام وحده كان قرينه الشيطان كما في بعض الروايات. فأحاول أن أنام في مكان حسب تعبيرنا عام، بالهول، بالصالة، مع أخوتي، هذا هواية مهم. ثانيا أن أبتعد عن الأشخاص والوسائل اللي يثيرني، أصدقاء سوء أو مواقع تواصل غلط، هذه هواية مهمة فتحتاج إلى إرادة. وشوف بعد فترة أنت مستقيم، شوف نفسك أنك بعد ما تروح وراء هالسالفة اللي هي في الواقع تغضب الله وتضرك في الدنيا قبل الآخرة. وأدعو الله، أدعو الله أنه يا رب سهل أمري، ساعدني في هذا الأمر، ويساعدك رب العالمين في الزوجة الصالحة إن شاء الله تعالى. نعم، دعاء تفضلي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سحمة عليك، أنت سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، والدتي أنها توفان بصلاة الليل تنو وتكبر وتقعد كم صلاة الليل؟ نعم. ما حكم صلاتها؟ صلاة الليل تجلس وتصلي. نعم. والسؤال الثاني، بلي، سمعنا من أحد المشايخ إن الصلاة ركعتين، من جلوس تعاد لأربع ركعات، شلون يعني دي؟ صلاة ركعتين من جلوس؟ نعم، يعني تصير أربع ركعات من جلوس. ممكن توضح لنا سيدنا؟ أربع ركعات؟ نعم. مشتبه، مشتبه لو انت مشتبهه، هو مشتبه لو انت مشتبه، ما عندنا هالشكل. نعم. شيء خير، طيب بس وضح لنا. شكرا 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 حياك، شكرا جزيلا. نعم، ام فاطمه اتصالها كان مزعج، اتصال ام فاطمه جدا اذاني انصافا، وما ادري شلون اعبر عن يعني الامي. اب عنده اولاد ما يحبهم، وعنده بنته، بنته الكبيرة، البنت اللي هي في الواقع ريحانة، بنت الأحاديث اللي تتكلم عنها أن هذه رحمة، رحمة إلهية. زين، هو يضربها، يهينها، يضربها ضرب مبرح جدا، حتى أن هاي البنت دراستها تأذت فيها، نفسيتها جدا مدهورة، تركت صلاتها بسبب الإيذاء النفسي والجسدي. هذا شلون أب هذا؟ يعني في الواقع هل هذا أب حقيقي أو هذا إنسان مجرم؟ شلون تضرب بنتك؟ يعني شلون أنا بنتي أضربها؟ يعني أنا ما جاسر ببالي هاي الحبابة الحنونة الطيبة اللطيفة أجي أضربها ليش؟
وتقول لي أتفه الأسباب، أمها تقول لي أتفه الأسباب، جيبي ماي، ما جابت ماي، يشيل الكذا ودق دق دق دق، ليش ما جابت ماي؟ خلص ما جابت، بابا جيبي ماي حبيبتي. مرة ثانية أقول لها، أما أقوم أضربها بهالطريقة، أضرب راسها بالحائط، ما أضرب الكذا، آخر هذه يوم القيامة كلها مسؤول الإنسان عنها. هاي أمانة بيتكم، أولادكم أمانات بيتكم، تصرف بهالطريقة هذه إنصافا إجرام بمعنى الكلمة. كل ضربة من هالضربات يا أم فاطمة سمعي، كل ضربة من هالضربات، كل أثر يبقي على جسد هالبنية، كل ألم تتألمها البنية، يوم القيامة سيحاسب حساب عسير، حساب عسير. طرد ابنه، ما أدري سطرد ابنه، ما أدري على أي حال، هذه كلها ضمن التعسف، تعسف هذا إيذاء وجريمة. أنا أدعو لها، والإخوة المشاهدين يأمنون على دعاء، يقولوا آمين، اللهم بحق محمد وآل محمد اهدي هذا الرجل، هذا أبو فاطمة، اهديه على أنه يتعامل مع أولاده تعامل صح، واجعل لبنته فاطمة حظا سعيدا، اللهم ارزقها زوج صالح يجي ياخذها ويخلصها من الجحيم، قولوا آمين. أختي الكريمة تريد تشتكي على أبوها، ما أدري إنصافا، أنا ما أقدر أتكلم، يعني أكو قضايا من جهة هي هو أبوها، من جهة هي مظلومة، تروح تشتكي عليه بال ما أدري العنف الأسري، يمكن ما أدري واقع، أنا متردد ليش أقول، لأن عندنا فيما يرتبط ببر الوالدين هواية أمور اللي تمنعنا، بس يوم اللي يشوف هذا فرد جلاد، ليس أبا جلادا بمعنى الكلمة، هذا الجلاد وإن كان باسم أب ولكن مجرم، فيمكن لها أن ماذا، أن تطالب بحق، ما أعرف بأي طرق واقعا ما أدري، ولكن هذا الأمر يعني هيك أخلاق، هيك أسرة، هيك وضع يحتاج إلى حل، إلى حل. الأولاد يتكلمون مع أبوهم أنه هو تعامل معنا بشكل صح، وإلا إحنا على حال ما نسمح لك كأب أن تتعامل معنا بهالطريقة، إحنا بشر، إحنا بشر وعندنا شعور وعندنا أحاسيس وعندنا أعصاب وعندنا، ما يصير هالشكل. أنت كأم تكلمي ويا أعمامه، أعمامهم وأخوته، أنه يا هذا أخوكم ليش هالشكل؟ الله يصلح الأمر إن شاء الله تعالى. باقر تفضل يا أخ باقر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. صوتك مو واضح باقر. سوني سوني ما يجوز مولاي. تفضل. نعم انقطع اتصال باقر. نعم الأخت دعاء تقول عندي والدتي سوفان في المفاصل، وتجلس تصلي صلاة الليل من جلوس على كرسي على الأرض. الجواب لا إشكال في ذلك، لا إشكال في الصلوات المستحبة الإنسان يصليها من جلوس حتى لو كان ما عنده سوفان، حتى لو كان ما عنده سوفان، ما عندي سوفان ظهرها ما بي شيء، بس ما أريد أصلي، ما لي خلق، صلي وانتو جالسين ما في مشكلة، صلاة من جلوس لا إشكال فيها. فالصلوات المستحبة إنسان يمكن له أن يجلس ويصلي ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. تقول سمعنا من أحد المشايخ يقول صلاة ركعتين تعادل 4 ركعات، ماكو هذا الشيء، ما يعني صلاة الاحتياط، صلاة الاحتياط هذا في البحث آخر، يعني إذا أنا شكيت بصلاتي، شكيت بصلاتي صليت مثلا 3 ركعات لو 4، راح أحسب شنو؟ أحسب 4 ركعات، بس أصلي صلاة احتياط. هاي صلاة الاحتياط، هاي صلاة احتياط، بعض الحالات أصلي ركعتين من جلوس اللي هي بمثابة ركعة واحدة من قيام، ركعتين من جلوس بمثابة ركعة واحدة من قيام، هذه في حالات خاصة. أما هذا اللي تقولي أنه أحد الشيوخ يقول صلاة من جلوس عادل 4 ركعات، هذا غلط، ما عندنا هالشكل شيء. أكو متصل، حاج محمد تفضل. مولاي حياكم الله. ما
الله يسعدك سيدي. سهل الله عمرك. عندي نذر ما جمل. نذر شنو؟ نذر نذر. اي. وعندي بهن 40 جاموسه وما عندي ياخذ تراب. هل يصير ابي اعذب بعدهن؟ والله مو واضح سؤالك يا محمد حج محمد، ما واضح سؤالك. عندي نذر مال جمل، عندي نذر العلب ما ابي طالب مال جمل. مال جمل؟ اي مال جمل جمل. سمك؟ جواب. ها ها. اي جمل. اي. جمس قول جاموس يا اخوي جمس. اي 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 وما اجي حلال ياخذ تراب ما عندي، هل يصير ابيعه واذبح لهن؟ حلالي ياكل تراب وما عندي، يصير ابيع هذا الجمس واصرفه على جواميسي؟ واضح سؤالك، واضح سؤالك، واضح. حياك الله، سؤال واضح. هو يقول جمس، سألناها جمس ايش مدري، عبالي على حال جمل. يقول الناذر الاخ انه يذبح جاموسه لعلي او لوجه الله بثواب علي صلوات الله وسلامه عليه. زين، يقول بس جواميس عندي 40 جاكل التراب، يعني ما عندي. هو يقول ما عندي جاكل التراب، يعني ما عندي علف، ما عندي علف. يصير ابيع هذه المنذوره، المنذوره لعلي بن ابي طالب، ابيعها حتى اشتري علف للجواميس الاخرى. واضح سؤال صار؟ جيد. اولا اخي الكريم، نذرك انا اقولها بصراحه، نذر اكثر الناس ليس شرعيا، يعني 80 الى 90% من الناس نذرهم باطل. تقولون ليش؟ لان ما يعرفون صيغه النذر. يقول يا علي هذه جاموسه لك وان شاء الله اذبحها لوجه الله لك. زين، هذا مو نذر، هاي حكايه. ف80% 90% من نذور الناس هي ليست شرعية. فما دام ليست شرعية أقول له يصير أن تذبح هاي الجاموسة، تشتري لها تشتري بفلوسها علف تنطيه إلى جواميسك الأخرى. ليش؟ لأن نذرك مو شرعي، نذرك مو طريقة شرعية. واضح يا حج محمد؟ إذا أنت نذرك ما كان بالصيغة الشرعية فهذا نذر ما إلى أثر، فتروح تبيعها وتطيع علف الجواميسك، الله إن شاء الله تعالى يكثر رزقك ويكثر حلالك بحق محمد وآل محمد. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. هل يجوز للمرأة أن تصلي أمام زوجها أو ابنها أو أخوها وكذلك للبنت؟ أمام زوجها أو أخيها أو كذا، يعني الأخ سؤال أنه يجوز للمرأة أن تصلي أمام، أمام يعني شنو أمام؟ قاعدين أخوتها بالصالة وزوجها وهي تقوم تصلي قدامهم، هذا ما في مشكلة، قاعدين إحنا نسولف وهي واقفة تصلي، هذا ما يسموه مشكلة. أمام يعني شنو؟ إذا إحنا نصلي أنا أصلي وهي تجي تصلي قدامي، أمام يعني قدامي، أصلي في مكان أمامي، أنا أصلي هنا هي أصلي قدامي، أبوها يصلي هنا هي أصلي قدامه، أخوها يصلي هنا هي أصلي قدامه. أن تصلي أمامه يعني قدامه، يعني متقدمة عليه، متقدمة. صلاة المرأة متقدمة على الرجل سواء كان من المحارم أو كان من غير المحارم صلاتها باطلة. ليش؟ لابد للمرأة أن ترجع وتكون شنو؟ خلف الرجل، سواء هذا الرجل زوجها، أبوها، أخوها، ابنها، نسيبها، مو مهم. واضح؟ فصلاة المرأة لابد أن يكون خلف الرجل، تكون خلف الرجل لا قدام وأمام الرجل. صار واضح حبيبي؟ جيد. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال إن شاء الله يكون بسيط لسماحة السيد رشيد الحسيني. أنا أدفع صدقة شهريا عن طريق صناديق مؤسسة العين، بدي. يعني بحدود 150 إلى أكثر أو أقل، بدي. فهل ممكن أنه يعني أحول هاي الصدقة أعطيها مثل لأحد أخواني؟ ولكن إحنا مش المشكلة هنا أنه هو السيد، يعني يصير هاي الصدقة تعطى له
أو بيا صيغة يتم إعطائها، وأكون أنا ضامن إنه عندها أدفع صدقة مثلا شهرية يعني، والصدقة طبعا بيها دفع بلاء وغيره، فإحنا من هالباب هذا. أنا ما أريد بعد أدفعها لمؤسسة العين، أريد أدفعها لأحد إخواني يعني أخوي الأصغر مني، بس مثل ما قلت لحضرتك إنه سيد، فكيف أضمن أوصل له الفلوس بس بصيغة إنه مو صدقة، وهو أيضا أنا يكون دا أدفع صدقة. أنا صراحة محتار بهالموضوع، فأتمنى ترشيدني. واضح. الأخ محمد تفضل. محمد ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ حياك الله سيدنا العالي. تفضلوا. بس عندي سؤال بني شوية على مود مسألة الدوام، أنه واحد مثلا يطلع قبل الدوام بني أي يعني بعذر من المدير مثلا، يسأل المدير يقول له برد أطلع أروح ساعة ساعتين ويروح وما يرجع بني. هذا هم بي إشكال يعني لإذن المدير أنه يعتبر هو المدير الشرعي، يعني هو أنه رب العمل وقدر العمل وقال له روح بني. واضح يا محمد. شكرا شكرا. الأخ صاحب البصمة قال أنا أدفع صدقة شهريا 150 ألف دينار إلى مؤسسة العين، بس يقول الآن أشوف أخوي الصغير يعني بحاجة، هل يجوز لي أن هذه الصدقة أحولها من مؤسسة العين إلى أخوي؟ الجواب الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. وفي رواية لا صدقة وذو رحم محتاج. ذو رحم يعني من أرحامك، إذا واحد محتاج لا تطي صدقتك إلى البعداء، أنطيها إلى القريب. صار واضح؟ فيجوز أن تنطي صدقتك إلى أخيك، لأن أخوك أهم من صندوق مؤسسة العين. صندوق مؤسسة العين جيدة ممتازة، ولكن أنا أخوي أمي أو مثلا أختي وضعهم تعبان، هؤلاء أولى من ذاك. هذا واضح صار؟ جيد. هسه تقول أنا شلون أنطيها لأخوي وما أريد أقول لها هاي الصدقة؟ مو بشرط تقول صدقة، يعني ليس شرطا أن تنبئ وتخبر من تعطيه أن هذه صدقة أخذها، هاي صدقة لا ما يحتاج. ولا حبيبي هذه إلك، شنو هذه؟ إلك حبيبي إلك، خلص إلك، في قلبك إنويها شنو؟ صدقة، لا أشكال فيه. تقول هو سيد وماكو مشكلة، أنت هم سيد لا أشكال في ذلك. شيء ثاني، الصدقة اللي السيد ما يجوز نعطيه إياه، صدقة الواجبة اللي هي زكاة فطرة، صدقة الواجبة هاي مو صدقة واجبة، صدقة تبرعية مستحبة، فماكو إشكال حتى لو عامي ينطيها للسيد إذا كان الصدقة ليست واجبة، ما في مشكلة. الصدقة الواجبة حرام أن يعطي العام إلى السيد، أولا هو أخوك أنت سيد هو سيد، ثانيا هي صدقة تبرعية، فما في مشكلة، ولا يشترط في الصدقة أن تخبره، ما يحتاج. أنطيه إياه قل حبيبي هاي لك، أنا أخوك أنا كذا أنت عزيزي، أنطيه في قلبك أنه يا ربي هذه صدقة لا إشكال في ذلك. حج عباس تفضل. حج عباس تفضل. جاي اسمعني من التلفزيون، اترك التلفزيون حج عباس، اسمعني من التليفون فقط. اسمعني من التليفون فقط، اذا ما يسمعني من التليفون احنا ننهي هاي المكالمة، اذا ما تسمعني من التليفون احنا ننهي المكالمة، لان ما راح يصير وياك يعني ما راح افتهم شو تقول ولا تفهمني شو اقول. حياه الله. زين محمد يقول أنا آخر الوقت الدوام قبل ما يخلص الوقت أطلع من الدوام، أقول للمدير يا بإجازة أريد زمنية، طبعا إجازات الزمنية أكو ممكنة قانونيا، ولكن هو يقول أنا صديقي المدير ومديرهم يعرف أنا كذا ويقيم العمل، يا بروح على أساس ساعتين وأنا ما أروح بعد على أساس نص ساعة بعد حسب تعبيرنا ما أرجع. سماحة السيد الله يحفظه يقول هذا التنصل والخروج عن الدوام الرسمي وترك الدوام
بدون عذر شرعي وقانوني، هذا يجعل الراتب اللي تاخذه بمقدار خروجك من هذا الدوام كم ساعة، ساعتين ثلاثة، الراتب لهالساعتين ما تستحقه، الراتب لهالساعتين ما تستحقه، لأن أكل مال بالباطل. تقول السيد هو مديري وهو مسؤولي، سمحت السيد أنا قلت له في اليوم أن ذول مدراءهم كذا، قال هؤلاء يتبانون يعني صارت علاقات، هي المشكلة بالعراق العلاقات فوق القانون، العلاقات فوق القانون، المحابات فوق القانون. السيد يقول النظام الإداري ما يسمح له، بس هذا المدير لأنه والله هذا صديقي وهذا يوقف لي وهذا ما أدري شو مسوي لي، ويلا هذه المحابات، هاي المحابات والعلاقات هي اللي مأذية بلدنا، هي مأذية بلدنا. أقول لكم فشي، هذه قبل ساعتين واحد شرطة مرور شاف واحد راكب سيارة عنده مخالفة. إذا أقول لكم بلدنا ما جي يمشي بالقوانين، بلدنا يمشي حسب تعبيرنا بالعلاقات والكذا. سأنا خلبينكم هالقصة هذه. شرطة مرور مسك سيارة بها مخالفة، قل له هاي المخالفة شنو؟ قال أنا ضابط ولابس زجاجة. قال أنا ضابط. قال اعطيني هويتك. قال ما شايل هوية. قال اعطيني على حال إجازتك. قال ما عندي إجازة. قال انطيني سنوية السيارة. انطاه سنوية السيارة خلصانة، سنويتها يعني قديمة. فصار كلام، فاجوا اثنين ضباط من المرور نفسه، فشافوا ذاك صاحبهم، حاولوا ان يقفوا ضد هذا الشرطي المسكين حتى شنو ينصرون صاحبهم المخالف، وراحوا شهدوا بالمحكمة على صاحبه. شوف شقد العلاقات تلعب دور في ضرب القانون وسحق القانون، شقد هالعلاقات تلعب دور حتى واحد ما يقدر يتحمل مسؤوليته بشكل صحيح في البلد. هذا الشرطي مسكين يقول أنا مظلوم، الضابط وقف قدامي كذا لأنه أصدقائهم لأنه كذا. فيا حبيبي الصداقات والعلاقات هي اللي صايرة الأساس للأسف الشديد. وتلقوا والله أنا أخذ إجازة، الإجازة شنو إجازة؟ عندك فرد حسب تعبيرنا في القضية ضرورية جدا شرعا قانونيا أنت هذا؟ لا والله إذا روح المثل كذا هو يقول لك يلا روح، والبلد يمشي هالشكل للأسف. سمحت سيد لا يجوز ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. ها حج عباس تفضل، بس هو خليه يترك التلفزيون يعني أخي، خليه يترك التلفزيون. تفضل حج عباس. ها حجي السلام عليكم. السلام عليكم. ايه شلونك؟ تفضل حياك الله. انا زين. تفضل هذا اخر اتصال، تفضل. ايه داني ناقب نظر وهدي يكون حلال حلال هسه ما افتهم، والله ما افتهم اي شيء من كلام. شنو حجي؟ شنو؟ ناظر نذر. من ناظر نذر؟ ايه ناظر من اي كان حلالي. أخ علي الله يخليك على الاتصال هذا، ويعني ولا الساعة 9 إلا 7 دقائق حبيبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويرحم شهداءنا، ويعافي جرحانا ومعوقينا. أنا في هالحلقة الأسبوع الماضي الأخ عقيل الجريح عقيل الجريح المجاهد عقيل اتصل علي قال الناس ياذوني والناس يلوموني وأنا ما عندي كذا، فاتصلت علي جهات كثيرة قالوا لي سيدنا هذا عقيل يريد نوصل. أنا سألته قال أنا منطقة الشعب ببغداد أعتقد، قال نريد نوصل، نريد إحنا عندنا إمكانيات نريد ننطي وجهات كثيرة. فأرجو الأخ عقيل إذا يسمع كلامي إذا يسمع صوتي رقم تليفونه يتصل على القناة هذه، يتصل عليهم يعطيهم الرقم يقول أنا عقيل، حتى إن شاء الله تعالى يوصلوا للجماعة يردون يساعدوا يوقفوا له، لأنه بلدنا وإن كان فيه خراب وإن كان فيه
جهل، ولكن اكو ناس طيبين، اكو ناس خوش اوادم والحمد لله خيرين يردون يوصلوا لك. الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. لا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.